بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي. رجعنا لكم النهاردة معانا يونت 11 ليسن 1 و 2 من كتاب المعاصر. Choose the correct answer from A, B, C or D. حسن studied well so he not the exam. يبقى حسن ذاكر كويس أو ذاكر بجد عشان كده هو اجتاز الامتحان. كلمة اجتاز اسمها passed the exam. The human body has many nerves such as lungs and the heart. جسم الإنسان بيبقى فيه إيه كتير زي الرئتين والقلب، يبقى دي اسمها organs اللي هي الأعضاء. Members أفراد في المجتمع، organs أعضاء في الإيه في الجسم. Heavy smokers not all the time. الناس اللي هم المدخنين بغزارة بكف all the time بيكحوا طول الوقت. He smokes too many cigarettes every day. بيدخن سجاير كتير كل يوم. He not smoking. يبقى he addicted smoking. يعني هو مدمن للإيه؟ للتدخين. Sammy has not disease from too much smoking. يبقى سامح عنده مرض إيه اللي جاله من التدخين الكثير، يبقى اسمها lung disease يعني مرض بالرئة. I have had an not to fix my leg and now I can walk again. عملت ايه في رجليا وعشان اصلحها او تشفى ودلوقتي انا بعرف امشي كويس، يبقى هقول له هنا operation يعني عملية جراحية. Too much smoking can cause lung and heart disease. يبقى بيقول له ان التدخين الكثير ده بيسبب لنا امراض الرئة والقلب. When I see a fire I should ask not for help. لما بشوف أي نار أنا المفروض أسأل مين أو أطلب من مين المساعدة، يبقى هنا الفاير فايترز اللي هم رجال المطافي. When he closed the door لما هو قفل الباب I couldn't not well أنا ما كنتش إيه breathe well قادر أتنفس كويس. People who not cigarettes suffer from many diseases. الناس اللي smoke cigarettes بيدخنوا السجاير بيعانوا من أمراض كثيرة. He stopped not fast food because it's unhealthy. Stopped بيجي بعدها فعل في ING معناها توقف تماما عن عمل شيء، يبقى he stopped eating هو توقف عن إنه يأكل الأكل السريع لأنه unhealthy غير صحي. Don't drink too much coffee or you will be not to it. ما تشربش قهوة كتير أو هتبقى addicted to it يعني مدمن ليها. He died not a lung disease. يبقى هو مات أو توفى بسبب الإيه lung disease اللي إيه مرض الرئة. عندي كلمة because بيجي بعدها جملة كاملة فاعل وفعل، لكن because of بيجي بعدها اسم، فهنا هاخد هنا because of يبقى بسبب الإيه lung disease. We should try to not the right choice. إحنا لازم نحاول إن إحنا نعمل ايه make the right choice يعني ناخذ القرار الصحيح او الاختيار الصائب. The surgeon not a successful operation. الجراح هنا عمل عمليه جراحيه ناجحه. طبعا احنا عندنا كلمه did معناها يفعل عمليه جراحيه او do operation بتيجي مع الجراح او الطبيب، و have operation اللي هي had operation مثلا في الماضي بتيجي مع الايه المريض. يبقى هنا the surgeon الجراح يبقى اسمها did a successful operation. Exercise on structures صفحة 52. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. Your friend did very badly in the exam. صديقك أدى بطريقة سيئة في الامتحان وهتستخدم كلمة should. يبقى أنا هبتدي بالفعل بتاعي your friend صديقك should have done well وهعكس الصفة وهقول له صديقك كان ينبغي عليه أن يؤدي جيدا in the exam في الامتحانات exams اللي هي الامتحانات. Sammy can't find his book. Perhaps he lost it on his way home. سامي مش لاقي الكتاب بتاعه، ربما انه يكون فقده في طريقه للبيت. ركز مع الجملة دي كويس، انا عندي سامي وعندي هنا هي بتعود على
سامي. انا المفروض ان انا كنت هبتدي بالفاعل اللي هو هي واحط بعدها مايت هاف واحط تصريف ثالث للفاعل واكمل الجمله دي لان هي دي اللي فيها الشغل بتاعي عشان كلمه perhaps بتدل على مايت. طيب انا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ بدل ما ابتدي بهي هقول سامي وهبتدي احط مايت هاف لوست، وبدل ما اعمل الجمله الثانيه تاني بدل ما هي في ضمير عندي اسمه it بيعود على الكتاب بتاع سامي هقول سامي مايت هاف لوست هيز بوك، يبقى سامي ممكن يكون فقد كتابه. الكلام ده وفين؟ في طريقه للايه؟ للبيت، يبقى اون هيز واي هوم، في طريقه للايه؟ للبيت. يو سي a photo of people in a city. They were wearing coats, hats, and gloves. انت شفت صورة لناس والناس دي موجودين في المدينة. الناس دي كانت كلها مرتدية معاطف او بلاطي وقبعات وجوانتي. طيب المفروض ان انا طالما شفت الكلام ده يبقى اكيد الناس دي في فصل الايه؟ الشتاء. يعني انا هقول له دلوقتي it must have been in winter. اكيد الناس دي في فصل الايه؟ الشتاء. طيب ليه؟ ايه اللي عرفني الكلام ده؟ لان انا عندي كلمة people، عندي ان الناس were wearing، كانوا بايه؟ بيرتدوا، كانوا بيرتدوا ايه بقى؟ الحاجة اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي الكوتس والهات and gloves. يبقى ده اللي خلاني عرفت ان اكيد ده فصل الايه؟ الشتاء. He must have traveled by plane. هو اكيد سافر بالايه؟ بالطائره. استخدم كلمه sure. يعني انا هرجع الجمله تاني لطبيعتها. must بتساوي I'm sure. يبقى اقول له I am sure. وهبتدي احط كلمه الفاعل بتاعي اللي هو he. يبقى I am sure he traveled by plane. انا متاكد ان هو سافر بالايه؟ بالطائره. It was important for us not to take that way. كان من المهم لينا ان احنا ما نسلكش هذا الطريق. I shouldn't have. يبقى هو هنا بيقول لي for us يعني لينا احنا، ففي الحاله دي هبتدي فاعل اسمه we. يبقى we shouldn't have وهحط تصريف تالت للفعل اللي هو taken. يبقى we shouldn't have taken that way. كان لا ينبغي علينا ألا نسلك هذا الطريق. It's possible that Hala got good marks. من الممكن إن هالة حصلت على درجات عالية. الفاعل بتاعي في الجملة اسمه Hala. بعد كده هنزل might have والتصريف التالت للفعل اللي هو got. يبقى Hala might have got good marks. هالة ممكن تكون حصلت على درجات عالية. I'm sure he left the office. أنا متأكد إن هو غادر المكتب. هنستخدم كلمة must مكان I am sure. أنا عندي الفاعل بتاعي he وهنزل بعدها بـ must have وتصريف ثالث للفعل اللي هو left. يبقى he must have left the office. هو أكيد غادر الإيه؟ the office الإيه؟ المكتب. بعد كده عندي general exercise on lesson 1 و 2. Finish the following dialogue. Tamer is at the doctor's because he is coughing all the time. Tamer عند الدكتور لأنه بيكح طول الوقت. Tamer, good evening doctor. Good evening doctor, I'm Tamer. مساء الخير يا دكتور، أنا اسمي تامر. الدكتور قال له good evening Tamer. مساء الخير يا تامر. بعد كده الدكتور سأل سؤال فتامر قال له I am coughing all the time. يبقى الدكتور هنا قال له what's the matter، ايه المشكلة، او what's wrong، ايه المشكلة برضو او ما الامر، what's wrong with you، ايه مشكلتك يا عم تامر. فتامر قال له I'm coughing all the time، انا بكح طول الوقت. الدكتور سأله سؤال فقال له for 3 days is it serious، انا بقالي 3 ايام هل ده خطير. يبقى الدكتور سأله كم المدة اللي انت بتكح فيها يا تامر،
اسمها how long. بعد كده have you been coughing. How long have you been coughing, كم المدة اللي انت بتكح فيها او بقالك قد ايه بتكح يعني. فقال له for 3 days, بقالي 3 ايام. هل هي خطيرة؟ no don't. فقال له لا don't worry يعني لا تقلق ما تقلقش. it's a flu, ده برد عادي. what should I do then, طب اعمل ايه تاني بعد كده. فقال له you should take this medicine, انت لازم تتناول هذا الايه, you should take this medicine يعني انت لازم تتناول هذا الدواء. I tried to not my brother to lend me the camera but he refused. انا حاولت ان انا اقنع اخويا ان هو يقرضني الكاميرا لكن no رفض يعني مرضيش يديهالي. فكلمة persuade معناها يقنع, يبقى I tried to persuade my brother, حاولت أقنع أخي أن يقرضني الكاميرا لكنه رفض. smoking may not your health, التدخين ده ممكن damage your health, يدمر صحتك. some not discovered an ancient temple in the desert, some not discovered an ancient temple in the desert, يبقى بيقول لي إن بعض إيه اكتشفوا معبد أثري في الصحراء. طبعا ده علماء الآثار اسمهم archaeologists. when they closed all the windows, لما قفلوا كل الشبابيك. I couldn't not well, ما قدرتش أتنفس كويس. I couldn't breathe well. حازم is suffering from heart not, يبقى حازم بيعاني من heart disease معناها مرض بالقلب. the not which helps you breathe is the lung, يبقى العضو اللي بيخلينا نتنفس هو الرئة اسمها the organ. rewrite the following using the words and brackets to give the same meaning. your little brother ate a lot of sweets and now he feels ill. أخوك الصغير كل حلويات كتير ودلوقتي هو بيشعر بالمرض. فهتقول له إيه؟ هتقول إن أخويا الصغير ده أو أخوك الصغير ما كانش ينبغي عليه إنه يأكل حلويات كتير عشان ما يشعرش بالايه بالمرض. يبقى هقول your little brother, يبقى اخوه الصغير, shouldn't have, كان ينبغي الا, eaten, ياكل, a lot of sweets, الكثير من الايه من الحلويات. I must have left my notebook at home. انا اكيد نسيت الكراسة بتاعتي في البيت. وعايزنا استخدم sure, هتبقى مكان must, هاخد I am sure في الاول. I am sure I left, طبعا الزمن بتاعي ماضي لان احنا must have بترجع الجملة لزمن الايه الماضي. يبقى I am sure I left my notebook notebook at home. I think my grandfather visited England in 1990. أعتقد أن جدي زار إنجلترا في 1990 but I am not sure, لكني مش متأكد. يبقى لما أجي أقولها هقول جدي, يبقى ده الفاعل بتاعي. my grandfather might have وتصريف ثالث, have والتصريف الثالث ل visited England in 1990. يبقى جدي ممكن يكون زار انجلترا في 1990. بعد كده عندنا الباراجراف من 110 كلمة وده مجاب عنه في نهاية الكتاب عن التدخين. نشوفكم إن شاء الله في Lesson 3 و 4 Unit 11, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.